Hello, primary one. How are you today? I miss you so much. وحشت مدينة جدا جدا والله يا primary one. عاملين ايه؟ تعالوا كده نفتكر المرة اللي فاتت اخدنا ايه في last time. Do you remember؟ فاكرين؟ برافو عليكم. اخدنا يا مس at the market. وعرفنا الماركت ده ان هو ايه بليس كبير، وانتوا قلتولي ان انتوا رحتوه مع مامي المره اللي فاتت. طيب خدنا ايه، عرفنا ايه اللي حصل في الماركت. دو ريمبر، فاكرين؟ برافو عليكم. فاكرين يا مس لما الفريندز بتوعنا راحوا اشتروا حاجات من السوبر ماركت، اشتروا فروتس. طيب لما جم يشتروا الفروت يا برايمري وان، اشتروا خدوها كده على طول ولا لازم يسألوا على البرايس بتاعها؟ برافو، سألوا يا مس على البرايس بتاعها. طيب فاكرين لما كنا بقى بنيجي نسأل على البرايس كنا بنقول ايه؟ لما كنا بنيجي نسأل على سعر الحاجة دي كنا بنقول ايه؟ برافو عليكم، كنا بنقول يا مس how much is، how much is. طيب how much is a mango؟ how much is a mango يا مس؟ عشان هي مانجا واحدة بس، عشان كده قلنا how much is a mango. برافو، فاكرين يا primary one. طيب كنا بجاوب ازاي يا مس؟ كنت بجاوب لما الاقي از في السؤال يبقى لازم ات از في الاجابه، يبقى how much is a mango هجاوب عليها بات از، وهقول بقى التمن بتاعها. it is 5 pounds، يعني المانجايه بتاعته اللي هو سأل عليها كانت ب 5 pounds. طبعا احنا عرفنا يعني ايه 5 pounds اللي هم 5 جنيه. طيب انا دلوقتي عايزه اشتري مانجا كتير قوي، اكتر من واحده، حتى لو مش كتير قوي وهي اكتر من واحده هقول عليها از برضو. نو no, برافو برافو. طيب هحط ايه؟ طبعا لا، هقول ايه؟ هاو ماتش ار ذيس، هاو ماتش ار ذيس. برافو يا برايمري. طيب كنت بجاوب ات از، اول ما بشوف ار بحط ات از. برافو. نو no. كنت بحط ايه؟ they are، كنت بحط ايه؟ they are، كنت بحط ايه؟ they are، واحط تمن ايه؟ الحاجة اللي انا بسأل عليها. طيب خلينا فاكرين ودايما عارفين ومنساش ابدا ان الابوستروف اس هي ايه؟ برافو، زي ما قلناها المرة اللي فاتت هي is. طيب الابوستروف ار هي ايه؟ ار، are. برافو عليكو، خلاص يا برايمري وان. طيب في حاجة كده في السريع، ان الاي كده ما بتتحطش لازقة في المانجو كده على طول، بتتحط قبليها شوية عشان تبقى ايه معروفة ان هي الاي اللي هي معناها وان، اللي هي معناها ايه زي ما احنا عارفين معناها وان. طيب تعالوا كده يا برايمري وان نعمل ريفيجن، مراجعة سريعة على الفروتس اللي خدناها المرة اللي فاتت. عرفنا ايه دي؟ what is this؟ برافو، بانانا. what is this؟ apple. orange. مانجو، برافو عليكو. جوافا، ديت، واترميلون، فيك. برافو عليكو يا برايمري وان. تعالوا بقى نقول بقى توداي هنتكلم على ايه يا مس؟ هنتكلم على الفونكس، learn phonics with بيزي بي. طبعا كلنا فاكرين البيزي بي بتاعتنا. تعالوا النهاردة نشوف البيزي بي بتتكلم على ايه؟ على الحروف ايه والساوندز بتاعتها ايه؟ look listen and repeat. يلا بتفتر مي، what is the letter؟ what is the letter primary one؟ برافو، letter B. B B خفيفة، B خفيفة، B. طيب what is the sound of the letter B؟ ب ب ب. اوكي مش هنطلع هوا كتير من بقنا يا برايمري وان، ب ب مش هنطلع هوا كتير. زي ايه؟ بنانا، برافو عليك، وخدناها المره اللي فاتت، يبقى ب بنانا، اكسلنت. طيب هناخد ايه ساوند تاني النهارده؟ الاول ناخد الحرف، حرف الاف، الساوند بتاعه ايه؟ ف. برافو عليكم، like fig fig. برافو، خدناها برضو. طيب حرف الجي، الساوند بتاعه ج
نو احنا عارفين يا مس، خدناها كتير قوي، ان ليتر جي الساوند بتاعه ج ج ج، زي ايه؟ جوافه جوافه. برافو عليكم. طيب يبقى ربيت افتر مي يا برايمري وان. ب ب بنانا، ف ف فج، ج ج جوافا، ج ج جوافا. اوكي تعالوا يا برايمري وان، هنا بيقول لنا نعمل ايه؟ لوك بليند اند رايت. لوك بليند اند رايت، هنعمل ايه هنا؟ هنلزق كل الحروف دي ببعضيها ونشوف هيطلع لنا كلمه ايه. كلمه ف اي ج، يبقى what is the word؟ كلمة ايه؟ فج. برافو عليكو. طيب تعالوا نشوف التانية. ب ايه؟ ج، يبقى what is the word؟ big. برافو عليكو. ب ب ب ايه؟ ج. ربيت افتر مي. big فج. اوكي يبقى it is a big fig. big fig دي اللي هي ايه؟ التين الكبيرة يا مس. برافو عليكم. طيب هنا بيقول لنا نعمل ايه؟ read and circle. هنقرأ ونعمل ايه؟ ونعمل circle. طيب number one بيقول لنا ايه؟ who can read؟ برافو عليكم. it is. المس انت قلتينا، حضرتك قلتينا ان الابوستروف اس اللي هي ايه؟ is. برافو عليكم. يبقى دي it is. واحنا عارفين ان اي حاجه ما عندهاش مايند، مش بتقدر تتكلم، مش كده، بنقول عليها ايه؟ ولا هي بوي ولا هي جيرل، يبقى هنقول عليها ايه؟ it is. هنقول عليها ايه؟ كلنا عارفين بنقول على مثلا الفروت او الكلوث، الملابس او اي حاجه مش عندها عقل، بنقول عليها it is. بنقول عليها ايه؟ it is. برافو. it is an ايه؟ مين يا برايمري؟ it is an guava ولا apple؟ excellent. هنا يا مس حضرتك قلت لنا كتير ان مستر ان بيجي مع الفايف فاولز والاي في apple من الفايف فاولز، يبقى هناخد it is an apple. برافو عليكو. طيب نشوف نمبر 2. it is a banana ولا orange؟ excellent. بنانا يا مس. ليه؟ عشان كلمة عشان هنا مستر اي بياخدش خالص الفايف فاولز، والبي بين ايه؟ من الفايف فاولز؟ نو. برافو عليكم. يبقى البي كونسونانت بياخد ايه؟ الاي. نيجي نشوف نمبر 3. it is an orange ولا fig؟ ها؟ excellent. it is an orange يا مس، عشان الاو من الفايف فاولز. طيب تعالوا بقى نشوف بيج نمبر 69. عايزه ايه يا مس مننا البيج دي؟ أو